السلام عليكم. غاري ميلر وبادري وين سيدو كلاني آه معالين حساب تريقع وحانو كسو جيدا ودنك كندا وحانو كميديا هاي دعاة اقوة وين افا فيسا دين تكريستانكا مالما الماها كميدا ايا وحاو تفحيتي ينو قرانكا كريمكا كبارو خلاداد ايو بينو لغو تهميي وسيدا ايقو امي سنايني لكيسي مركيو كتابكا قرانكا كريمكا اقعانتا سيدا وقودنجي إن يريبا إيادو كسوريجين وحاولاك المي كديس عجيبا أرين تاسي أكور ريحدي إنو قاطة دينة إسلامكا بلها دبان لوض سعونا قصة دا غاري ميلر تلو وامحي وحاوكو أركا كتابكا قرانكا كريمكا إيكو كاليفي سيدا أكور أقسيا بدل لإنو قاطو دينة إسلامكا لسعود ونكسن أهدبا داوضاهيك شرف تلو إنتينان أوقد قليون قصة دا وحنكا عصرينا إناد كانالكا سبسكرايب نوسارتو سيدو كالي فيديوغنا لايك يشير بعد تراهو أنو نمر كستو حانو هيلا نهاي سيدا نيزكوسو قد بلهين قصوين عجيبة وكونو كلا مقال كنا ميلدير غارسيا واد ما سنتين لمانتين أغلي قلماها قف والاني إنو بين كوشيغو أهل كاوحة جرتا دورش صدحاد إداد كوكو عن دعودان لكن رنتي إسوكو مانا والنا بين هلانا ماها لكن شيطان كا أيادتك خيامينيا وحجرة أريما عددك وخصية فكرة دن تصالحان آيات قرآن كريم كاميدا تاسو شيغسا قفك قرآن كاخرنيا إنو صفيا عان وحفتين يهي آيات تاسو شيغسا هادي آد أخرني سو قرآن وإناد الله كمكان قشا شيطان كلفوغي سورة النحل أياني كجرتا مركستاد كتاب قرآن كريم كاخرني سو وإناد تراضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مركا أغلق المين نقونيسا شيطان كان لغم مكنجليو إنو كتاب كنسو نفتركي سقوري وهميا جوابتو ما شيطان كان أياكو أرنيا مركز قرآن كأخرانيسو إلهي غم مكنجل وأرن عن مسكح قليين تاسي إن كيلا فوقيني يبا ليرهدو إساقا قرآن كان ألفي مسلمكو وهو لميسترين يهي وانا حق كتاب كقرآن كريم كا قصة ننكاني وقصوين كأوغع عجيب سن حدانو إساقو إنوغو ورمي لهينو أفكيسي إنوغو شيق لهينا إذن ما يرمي ستين مالي مال ما كميدا وحاو تفعيتي سو كتاب قرآن كريم كا وقبار لها خلادات كاسي او دوني ينو كبهدلو دادك مسلمين تا لكن سي وحي او لكل مي وحي نقضي وح عجيبا او او قادموا كن نقطي إساقي قصة نيكاني وحي كبلا ميسا كن ساقال بقول تطبية تطباتنكي كدب نيكاني مركو كو آنسدي ينو بارو خلادات كو سابسن تاريخ تا او كو ورمي قرآن كريم كو سي اي فايدة وقو نقطو إساقي إيا سحابتي سفافيني دين تمسيحيكو يني مسلمين تكسو جيتان خلادات كاي كهلان قرآن كا دكتور مينر وحاو اسكادا دعيي إنو يهي كتاب قرآن كريم كو كتاب قديميا كاسي او سود دقي أفريا طبانقرني كهور أولي باكشي كينيا سحارها إيا أورتا إيا سيدو كالي لعدوين كي سومري نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأي نقوي دي سيدو مركي هورا كسي تلقالي إيا أحيد إنو كهلي دونو كتاب قرآن كريم كا خلاداد فرابدن لكن سوحي نقطي وح عجيبة أو الله يابو وحي وكه لكتاب القرآن كريم كالحديثة محاي لكتاب القرآن كريم كامرك دراسة فربدن كسمي وح وقادي كتاب القرآن كريم كينو يهي ميد صحة كاسي أو وحيالة بدن كور رميو آني ديمه هكلا كور رمين كتاب لمدينة آنو كون كون لحول كتاب القرآن كريم كنا وحويان ميد قفك سوچي دنيا كاسي او معنيه زو صدق ساكو فهميو ولبوحو آدو قهلي آيات القرآن كريم كاي أرانيسا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا dadka qarniga aanu joogno ku nool waxay isku qabsadaan intooda badan cilmi baaris tamarkay sameeyaan tan ba saxan iyo tan ba khaldan laakiin si aayadan wanaagsani waxay sheegaysaa hadii uu quraanku ka iman lahaa ciidan ilaahay ahayn waxa lagu arki lahaa iska horimaad fara badan taasina kuma jirto kitaabka quraanka kariimka imika ma dhici kartaa qof intuu buug qoro ku oranaya buugaygani wax khalad ma laha laakiin si quraanka kariimki wuxuu yiri kitaabka quraanka kariimka khaladaad kama soo heli kartaan marnaba xitaa si walood isugu daydan wax khalad kama soo helaysan kitaabka quraanka kariimka sida dirtid waxa uu yiri Dr. Miller كتابك قرآنك كريمكي وحاو كسو عروري إله نول كونك بلوغيسا إلا دماذكيسا إنوغو وليبا ويدين كرنا سيدو كلاوحو سيراعي
hadii aynu weydiino ilaaha uu ka soo arooray kitaabka qur-aanka kariimkii oonu ku nidhaahno noo caddee inaad noolayd adduunyada bilowgeedii, ilaahayna arrimahaas oo dhan si yaro fudud ayuu uga jawaabay uguna sheegay qur-aanka kariimka ah waxaanu yidhi: awalam yara alladhiina kafaruu أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. oo miyayna arkeen kuwii gaaloobay in samada iyo dhulku ay ahaayeen kuwa isku dhegan, kadibna aan kala dhufanay, biyahayna wax kasta uga dhignay nolol? Gary Miller waxa uu sheegay aayaddan inay ku jiraan saddex arrimood oo muhiim ah. Waa ta koowaad, inu qur-aanku ka warramay 14 qarni ka hor in samada iyo dhulku ay isku dheganaan jireen oo la kala fujiyey, iyo sidoo kale in wax kastoo noolba ay biyo ku nool yihiin. Taasina waxay waafaqaysaa aragtida ay ka qabeen dadka gaalada ahi adduunka bilowgiisii siduu ahaan jiray. Waxaana yidhaahdaan adduunka bilowgiisii wakhti hore waxa uu ahaan jiray mid isku wada yaalla dhammaantii samooyinka iyo dhulkuba. Cilmi baadhistaana gaaladu waxay ogaadeen wakhti yar ka hor, laakiinse qur-aanka kariimku wuxuu sheegay 1400 sano ka hor in dhulku ahaan jiray mid isku dheggan oo ilaahay uu kala fujiyey. Waxaana ka soo baxay koonkan maanta aan ku noolnahay iyo dunidan inagu xeeran ee aadka u mugga weyn. Culimada sayniska baadha ayaa waxay soo heleen aragti sheegaysa in koonku ahaan jiray markiisii hore mid isku yaalla, laakiinse uu dhacay qarax aad weyn, kaasi oo sameeyey adduunkan maanta aynu ku noolnahay. Dhanka biyahana, wakhti dhow oo ay kasoo wareegtay 100 sano ayaa la ogaaday, waxaana ogaaday caalamkii la odhan jiray Leeuwen Hoek kadib markii uu sameeyey mikroskoobka. Waxaa sidoo kale la ogaaday in bini'aadanka jirkiisu uu ka kooban yahay 80% biyo. Weliba meelaha ugu muhiimsan ayay ka qayb qaataan biyuhu jirka bini'aadanka. Haddaba waxay isweydiin mudan, sidee buu ku ogaaday nin noolaa muddo ay kasoo wareegtay 1400 sano ka hor waxyaalahan oo dhan? Taana waxaa keliya la odhan karaa inuu yahay waxyi xagga alle ka yimi, subxaanallaahi alcadiim. Doktoorku sidoo kale wuxuu sii raacsaday aayad kaloo cajiiba oo alla subxaanahu watacaala uu ku leeyahay sida tan: wassamaa'a banaynaaha biaydin wa innaa lamuusicuun. Waxaa jirta aayad kaloo sii xoojinaysa inuu adduunka ahaan jiray mid isku yaalla. Waxaanu noo sheegay doktor Gary Miller, doktor Miller, inay jirto aayad ka warramaysa dadkii loo yaqaanay romaaniyiinta in dagaal lagu jibin doono. Romaaniyiintuna waxaan ognahay inay ahaayeen dad ciidan ahaan iyo siyaasad ahaan aad u dhisnaa wakhtiga lagu sugnaa. Qur-aankuna waxa uu ka warramay waxyaalo badan oo aan dhicin wakhtigaas. Inagoo og dadkaas romaaniyiinta loodhan jiray inay ahaayeen dad aan loo babac dhigi karin oo aad looga cabsan jiray, laakiinse qur-aanku kariimkii suuratu Ruum waxa uu kaga warramay wax ka duwan arrintaas. Waxaanu Ilaahay ku sheegay inay muslimiintu ka guulaysan doonaan roomaanka uu ilaahayna u gargaari doono. Waxaanu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala: alif lam mim ghulibat ar-rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. run ahaantii sidaas ayaa dhacday. muslimiintuna way ka guulaysteen roomaanka. muslimiintu markii hore uu soo degayay waxyigu way cabsanayeen, laakiinse ilaahay markuu u gargaaray sannado yar kadib aad ayay u farxeen muslimiintu.
رومان كينا واي كقوليستين مسلمينتي ودمينتي قصوين كآت كأغيا بي دكتور ميلر أوليبا أكوت المامي إني معجسيهين وحا كمدا قصة نبي محمد صلى الله عليه وسلم تاسو لحمرتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا أبي لهب من كالورين شري أبي لهب وحا إسلام كأون عبا سئاد أدران طبعا صنو كهر انتانو لمن أبي لهب وحا سودكتي سورة لغم عابو سورة المسد إلى هين وحول سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سورة داسي مركاي سودكتي أبي لهب وحاو عداتي إنو قلي دونو نارتا تاسيو عدينيسا أبي لهب إنانو مرنم مسلمي دونين سورة داسو دكتان كيدي مركاي إير كسوريكتي أبي لهب آيا إنتو دادكو هريمي وحاو سكودي إنو بينيو هادلكي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أو إلاهدو وحان قادن يدين تسلامك نبي محمد واكيلها ما إسلامي سيدي لكن سي مرنم موسمين أبي لهب سداس منو قادن دين تسلامك هادي إلي على هاي دينو إسلامو وحابينو بلها وحيق إلهي هاسينا وعدين كلو إنو شيقيسا إنا نقران كوهين هذا النبي محمد والفي لكن سؤوي هاي وحي حق إلهي كيمي إله قفور الرحيم كا كون كعبوري إلهينا وو أغا أبي لهب إنا نمرنا ومسلمي دونين وحانو حجاعدو كردقاي dadkii gaalad ahaa ee aan rumaysnayn quraanka kariimku inuu yahay wahi xagga ilaahay ka yimi taasina waxay horeeyta iyo dambeytaba ayna tusaysaa inuu quraanka kariimka ah yahay wahi xagga ilaahay ka yimi waxaanu isweydiyay dr gary miller hadaba waayo cidan qortay kitaabkan ajeebka markii hore aniga waxa iga dhaadhacsadeed inuu kitaabkan uu qoray sheydaanku laakiinse waxaan la kulmay aayad arinka burinaysa وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون آيات سنو حيكو عدين سا شهدانكو إنا نشاقكو لهين قرانكا وإلهي حقي سكيمي قرانك سبحانه وتعالى محايا لمرنا بمؤرن الشيطانك إلهي كليكي عابدا صوما صلاتنا لإمادا معقول مها إريداسي إنو مرنا بكو هالله الشيطانك محايا لي آيات كجرت قرانك أياو حيلاد هاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرنا بمها وح أقلق بلا آذك أقليسا إنو الشيطان قرانكا قرو وحدنا إلى حدتك إلهي إيقا مغنقلا إلهينا إدو دون أيو سوهدية دكتور ميلرنا سيداس أيو دينة إسلام كوقاتي وحانو بلابي إنو جامع دها مسلمين تاوقلو كارهان سعوديك ولبا بواق بدن أو إسلام كاهليا وقرو